بسم الله الرحمن الرحيم. وفيديو جديد على قناتكم قناة مصادر الحياة التي تهتم بأمور الحياة. ودائما لا تنسوا شعرنا هيا بنا نحيا الحياة. والنهاردة موضوع بيتكلم عن الحياة فعلا، وهو عن الحياة الأسرية. فيديو النهاردة تحت عنوان اكتشفي أسرار تجعل حياتك الزوجية سعيدة. اكتشفي أسرار تجعل حياتك الزوجية سعيدة، والكلام موجه للمرأة المتزوجة. في بداية الحديث بنوجه أو بنسأل بعض الأسئلة. هل النساء تريد حياة زوجية سعيدة؟ أكيد الكل هيقول نعم، أنا عايزة حياة زوجية سعيدة. طيب هل أنت حقيقة يعني تعملي على إيجاد هذه الحياة الزوجية السعيدة؟ هل أنت فعلا بتعملي على إيجاد هذه الحياة الزوجية السعيدة؟ أكيد هتقولي نعم. والحقيقة قد تكتشفي أنك بدون قصد لا تعملي على إيجاد حياة زوجية سعيدة مع زوجك. طيب هل أنت الآن درجة الاهتمام بالزوج هي نفس درجة الاهتمام بالزوج قبل الزواج، يعني في فترة ما قبل الزواج، الخطوبة، أو في بداية أي الحياة الزوجية أو في بداية الزواج؟ اسألي نفسك هذه الأسئلة. هل أنت تهتم بنفسك الآن كما تهتم بنفسك في بداية الحياة الزوجية؟ هل أنت منظمة وقتك وبتعطي كل ذي حق حقه من الاهتمام ومن الوقت؟ ونقصد بالحقوق حقوق المنزل، الأعمال المنزلية، حقوق الأولاد وتربيتهم، حقوق الزوج. هل أنت منصفة؟ هل أنت عادلة في الاهتمام؟ كل هذه الأسئلة لو صدقتي مع نفسك ستكتشفي أنك مقصرة في أحد النواحي. النهاردة بندخل في هذه الأسرار، وهذه أسرار الحياة الزوجية، لننبه الزوجة لبعض الأشياء قد تغفل عنها عن قصد أو بدون قصد، وفي النهاية قد يهجر الزوج عش الزوجية ثم تصرخ المرأة وتولول وليس أمامها إلا أن تعيب في الزوج، ويعني تطلع فيه كل العيوب ولا تعيب نفسها إطلاقا. طب المشكلة ايه؟ المشكلة انك قبل الزواج وفي الايام الاولى تهتم بالزوج، تعطيه حقه من ناحية الاهتمام ومن ناحية المظهر بتاعك. بعد الزواج بمدة وانجاب الاطفال تلهيك مشاغل المنزل ومشاكل الاولاد، ثم لا يجد الزوج في حياتك مكان. الأخطر من هذا تغيير نبرة الكلام ونوعية الكلام بالنسبة الصادر منك لزوجك. على سبيل المثال، هو أنا فاضية لك، أنا طول النهار مشغولة، وانا ما ورايش الا انت. طيب اسألي نفسك اذا كان انت مش مشغولة ومش فاضية له وهو له حقوق في وقتك، طب هو يعمل ايه؟ يعني لو عايز يتكلم او يجلس مع واحدة يجلس مع مين؟ ان لم يجلس مع زوجته
هيدور على غيرها. الحقيقة إن الزوجة الذكية هي التي تقسم وقتها وتعطي لكل شيء حقه، فالمنزل له حق والأولاد له حق والزوج له حق. هذه الأمور تختلف من امرأة إلى أخرى حسب طبيعة المرأة وعملها. فهناك المرأة العاملة وهي يعني الأكثر انشغالا وتعبا ما بين العمل وبين البيت وبين تربية الأولاد وبين الزوجة، والمرأة ست البيت التي لا تعمل. والعيب، كل العيب في امرأة لا تعمل جالسة في المنزل ثم لا تجد وقتا لزوجها، فما بالك بالمرأة العاملة. هذه الأمور تجعل من الزوج بعد تكرارها تجعل من الزوج شيء مهمل في المنزل، ليس له أهمية إلا في الأمور المادية. وهو أصعب شيء على الزوج أن لا يجد اهتمام من الأسرة سواء من الزوجة أو الأولاد إلا في الأمور المادية، وهنا تتحول العلاقة ما بين الرجل والمرأة والزوج والزوجة إلى حياة مادية، هات وخد، هات فلوس خدي فلوس، هات مصاريف خدي مصاريف، هات طلبات خدي طلبات. الخطأ الكبير والمصيبة الكبرى أن الزوجة تتعود وتكرر هذه الكلمات، مش فاضية لك، ما عنديش وقت، هو أنا هفضلك ولا العيال، ثم مع التكرار تتحول هذه العبارات إلى عادات عند المرأة. الزوج لابد له من منفس يتنفس فيه، إما بالهروب من المنزل والجلوس مع الأصدقاء في المقهى وغيره أو النادي أو غير ذلك. طب وإن صادفه في هذه المرحلة امرأة تسمع له وتنصت له، تسمع إلى شكواه، تقول له مالك، كيف حالك، فاعلمي تماما أنه ذاهب إليه. ثم أنت بعد ذلك تعيبين على الزوج. طب ليه؟ المرأة الذكية تقسم وقتها، فالرجل له حق أو له أوقات الاهتمام به. الوقت الأول هو عند ذهابه إلى العمل في الصباح، لابد أن تهتمي به في ملابسه، تلاحظين ملابسه، عادل ده، زرر ده، شكلك كده يبقى كويس، انت كده كويس، لا تهملي هذه الأشياء، فهي تطبع عند الرجل وفي ذاكرته، يعني ذاكرة حسنة وهو خارج من المنزل. أما لو هو خارج وانت دايما نائمة لسه في الفراش أو غير مهتمة، فهذا بيترك أثر سيء عند الزوج. الوقت الثاني عند العودة من العمل. من أكبر الأخطاء أن تقابله الزوج بمشاكل الأولاد والمنزل وهو متعب ومرهق من العمل، ثم يحدث ارتفاع في الصوت وشد في الكلام وشد في الأعصاب، وقد تنتهي بخناقة كبيرة. ليه؟ لأن المرأة لا تعلم أن الرجل لا يتحول من حالة إلى حالة بسهولة أو بسرعة. فإن كان عندك مشكلة اترك الزوج يهدأ ساعتين ثلاثة أو يرتاح، ثم في وقت آخر نناقش هذه المشاكل. الوقت الثالث
الاهتمام بالزوج هو وقت المساء. وكثير من السيدات يخطئن عندما يترك الكثير من أعمال المنزل إلى الليل، يعني عندنا غسيل هنسيبه ليه بالليل، يجلس الرجل أمام التلفزيون يتفرج على التلفزيون أو يخرج مع الأصدقاء في المقهى أو النادي، ثم يعود ليجد الزوجة منهمكة في غسيل الملابس، غسيل الأطباق. يعني هذا يعني منظر، يدخل الزوج على هذا المنظر ثم يصاب بالاكتئاب والحالة النفسية السيئة، فيدخل إلى حجرة النوم لينام وكأن ليس هناك زوج في المنزل، والسبب أنت له. فهذا الوقت وقد يظن بعض النساء أنه لا اهتمام إلا في يوم ما، أيوة يوم العلاقة الحميمة بين الرجل والمرأة، وهذا خطأ كبير. والأدهى والأمر أن هناك كثير من الأزواج والزوجات أصبحت من هذه الأخطاء التي ترتكب من المرأة، أصبحت هذه العلاقة الحميمة عبارة عن تكليف أو مهمة يقوم بها الزوج وزوجته بلا استمتاع على الإطلاق. وتلك أكبر المصائب التي لا يتحدث عنها الكثير، وهي من أكبر أسباب هجران الزوج لزوجته. احذري هذا. طيب إزاي وكيف تتهيئي أو تنظمي وقتك حتى تحتفظي بزوجك ولا يهجر عش الزوجية ولا ينظر إلى غيرك؟ قلنا أوقات الاهتمام ثلاثة: وقت الخروج إلى العمل، وقت العودة من العمل، والمساء. دائما دائما احذري أنه بعد العشاء، يعني بعد الليل، في الليل فترة المساء، لابد أن تكوني قد انتهيتي من كل أعمال المنزل وتهيأتي في الشكل والمنظر، قميص كويس، ولا تقولي ليس عندي ملابس. فأنا عندما أسألك أنت بتلبسي كم قميص من اللي في الدولاب، هتقولي 3-4 والباقي بقالي سنين ملبستوش. طب ملبستيش ليه؟ انت جايباه ليه؟ لماذا تحتفظ به في دولابك؟ المفروض ان هذه الملابس جاية لك، او انت جايباها لتتزيني بها الى زوجك. فهل انت تتزيني بها الى زوجك؟ لابد ان يعود الرجل من فترة المساء، سواء في المقهى او في النادي او حتى في البيت، ليقع نظره قبل نومه على منظر جميل من زوجته ورائحة جذابة. أما العلاقة الحميمة تأتي أو لا تأتي، هذا ليس موضوعنا. هنا يكون الزوج له أثر نفسي. لماذا؟ لأنه يعلم أو يعرف أن الزوجة ما زالت تهتم به، أن هذه الزوجة، هذه المرأة التي أمامه، تهتم به، تريد أن تجذبه إليها. فإن لم تفعلي فهذا مبرر لأن ينظر الزوج إلى غيرك، وعنده الحجة هي لا تهتم بي ولا تعتبرني موجود في البيت. إذن عليك أن تتخذي فترة المساء، هذه فترة مهمة لجذب الزوج، فاهتمي بنفسك ومظهرك ولبسك بقدر الإمكان. الحياة الزوجية، أعلمي أن الحياة الزوجية أو العلاقة بين الرجل والمرأة هي علاقة اهتمام متبادل وحب متواصل. ليس معنى أنك تزوجت وأنجبت أولاد أن هذا الرجل أصبح ملكك
محدش يقدر ياخده، او تظني انه ما عادش يقدر يمشي او يسيبك. هذا خطأ كبير. اعلمي تماما ان الحياة الزوجية والعلاقة الزوجية ليست علاقة الند للند، او علاقة انت عليك كذا وانا علي كذا. فالعلاقة الزوجية حتى تكون علاقة سعيدة هي علاقة تعاون بين طرفين وتضحية واهتمام بين طرفين، لا علاقة الند الى الند، ولا علاقة انت عليك كذا وانا علي كذا. فهذه علاقة فاشلة اذا وصلت الى هذه الحالة. النقطة الاخيرة التي نتحدث عنها هي دائما الرجل كلما كبر في السن اصبح متطلباته من الحب والحنان والعطف اكبر مما كان، لانه يزداد عليه ثقل الحياة ومتاعب ومشاغل الحياة، يزداد عليه الارهاق، تكون صحته في اقل لانه يزداد في السن. فالاهتمام به في هذه الفترة لابد ان تعلمي انه يكون اهتمام زائد عن اي فترة اخرى. النقطة المهمة في هذا ان الرجل كلما كبر في السن زاد احساسه وكان مرهف الحس، يتأثر باقل الاشياء، ليس في سن الشباب او في بداية عمره. فكلما كبر الانسان في العمر اصبح حساسا زيادة عن اللزوم كما يقولون. من هنا يجب ان تتنبهي وتعلمي ان الرجل كلما زاد في السن اصبح كالطفل الصغير. فالرجل يكبر في السن يصبح طفل صغير يحتاج الى الاهتمام ويحتاج الى الرعاية. بكده نكون وضحنا بعض الامور التي تغيب عن كثير من النساء، وهذه الامور قد تؤدي الى هجران الزوج لزوجته، سواء انه يتزوج باخرى او انه لا يهتم على الاطلاق، وهذا يؤدي الى حياة زوجية غير سعيدة مليئة بالمشاكل. في نهاية الفيديو وفي نهاية هذه الحلقة اتمنى للكل حياة زوجية سعيدة، واتمنى ان يرزقنا الله حياة زوجية سعيدة وامرأة زوجية وامرأة زوجة صالحة تعيننا على امور الحياة وامور ديننا. والى ان القاكم في فيديو اخر على قناتكم مصادر الحياة، اتمنى لكم السعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.